احد قصائدك استاذ حمزه اليوم ما شاء الله منورني. حبيبي انت النور. وهاي الستره كلش عجبتني الك والله، وذكرني بستره قبل ما اخذها مين، اريد اعرف قصتها. هاي الستره مين اخذتها ولمن اخذتها وين رحت بيها؟ الستره منين اخذت يعني؟ ما اخذت ستره من الوالد؟ انا مره ما اخذت ستره من الوالد؟ لا ورحت مو ستره دور مسرح. لا بالمسرح كان ابوي الله يرحمه عنده يلبس هذا زي القاط مال العرب والعقال، فكانت المسرحيه احداثها يمكن كانت ريفيه. المهم اخذت الملابس مالته، لا والله مو جزء كثير يعني، جزء من عتن يعني يعني من ضمن العقال والشيء هم يسمونه الشطفه مو الغطره. اي بس مال حكوله قال لك لحقك للمسرح ونزلك من المسرح كذب. ما حكوله ما حكولي هذا لا وقف لي بالباب. يعني لحقك الوالد؟ اي لحقني وقال لي قال موعد فصل يعني ليش سويتي كذا؟ كان اكو مأساة اجتماعية. اي والله شغلات صارت يعني طيب انتكاسات.